وحول هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة من تركيا عضو مجلس الشورى السيد فؤاد الحاجي. مساء الخير سيد فؤاد. مساء الخير والسلام عليكم وعلى مشاهديكم، وشكرا لكم للاستضافة. مرحبا بك. بداية، لو تحدثنا عن أهمية مشاركة السلطة التشريعية في اجتماع الجمعية البرلمانية الأسيوية المنعقد حاليا في الجمهورية التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تأتي أهمية هذه المشاركة في ظل الظروف اللي تعيش بها المنطقة كاملة من تحديات وتجاذبات وتحديات التنمية المستدامة وتحديات الأمور أو الوضع الاقتصادي العالمي السائد وما تترعى من تداعيات. اليوم عنوان المشاركة هذه الدورة العاشرة هو التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة لا تكون إلا باستقرار وأمن وأمان. نقلنا إلى المشاركين تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وبينا موقف البحرين الثابت والدائم هو دعم السلام والسلام العالمي ونبذ ومكافحة الإرهاب والحوار الشامل والعلاقات المتبادلة بين الدول القائمة على أساس الحوار والاحترام والتفاهم وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى حتى تأخذ مسيرة التنمية المستدامة تأخذ مداها، لأن بدون استقرار وأمن وتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وهذا في مؤتمر طهران في 2009 أكدنا عليه وفد مملكة البحرين، واليوم أعدنا النقاش فيه وطلبنا تأكيده حتى تكون العلاقة بين كافة دول المجموعة البرلمانية الآسيوية علاقات تسودها الاحترام والمصالح المتشاركة والتبادل التجاري والثقافي ومكافحة الفقر. نعم سيد فؤاد، هل لك أن تستعرض لنا في قراءة سريعة أهم الملفات التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع الحالي؟ اليوم أنا تشرفت بأكون عضو في اللجنة السياسية. نعم. وملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى هذا من أهم الملفات التي نوقشت اليوم. وفي لجان أخرى كانت في تمكين المرأة حضر الأخوان العمادي والماضي حضروهم، والأستاذ أحمد قراطة حضر بعد في نفس اللجان ولجنة الإدارة الشؤون المالية والاقتصادية. نعم. عضو مجلس الشورى السيد فؤاد حاجي، شكرا جزيلا لك.